بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله ايفون اكس ماكس مثل ما احنا شايفين الجهاز لا توجد بطاقة سيم لكن اذا دخل الشريحة يصير الجهاز جاري البحث طبعا اذا ندخل للاعدادات هنشوف رقم التسلسلي كي بي اتش ستة الجهاز جاري البحث كي بي اتش ستة والبرنامج مودم للثابت موجود البرنامج ثابت للمودم واذا نضغط ما زال لا توجد خدمة وإذا نضغط نجمة مربع صفر ستة مربع حنشوف الإيمي موجود ونهايته تسعمية واثناش تمام هذا هو لا توجد خدمة إذا أول ما أشيل أنا الشريحة الجهاز يرجع لا توجد بطاقة سيم مثل ما ذكرت آيفون إكس ماكس هذا هو الجهاز لا توجد بطاقة لا توجد بطاقة سيم لحتى الحين هذا الموضوع هنشوف في الـ RFFE في الايفون اكس ماكس في عندي مسارين ار اكس وتي اكس تي اكس وار اكس هالمسارين فيها داتا وكلوك انا حربط المسارات عليها واعمل آآ آآ فحص في الاشاره ونشوف مكانها فين في, المخ... في البرنامج موجود عندي هاي التست بوينت اثنين للتي اكس وهي اثنين تيست بوينت للار اكس كلوك وداتا وهاي كل الاي سيهات اللي مرتبطه في الاكس ماكس تمام هاي هو المسارين وهاي النقطتين تيست بوينت فهذا وهذا ال ال ار اكس والتي اكس داتا وكلوك حنطلع البورد ونعمل التوصيلات هاي التيست بوينت هاي الارجل التست بوينت الار اكس والتي اكس والداتا والكلوك فانا راح اجي على موضوع قصدرتها وحط عليها قصدير مشان اعمل عليها الجنابر لا اوصل عليها اللوجيك أناليزر. تمام حبدا في الجنابر سلكين هذا الاول تمام وهذا الثاني امسك مسك في عندي تيست بوينت في الزاويه راح احطها اظهرها يعني التيست بوينت واحط مكانها الارضي تمام هاي الداتا كلوك والارضي كده انا وصلت المسارات صارت عندي جاهزه احتاج بس اعرف اتجاهها اليسار وفي الوسط وعلى اليمين حسب المخطط عندي عشان اربط الداتا في الداتا والكلوك في الكلوك مع البروبات عندي بس الطرف السلك تبع الارضي راح اربطه في شيلد عشان اوصل عليه تمام انا بس الحم سلك الارضي في مكانه في الشيلد عشان اوصل عليه على اللوجيك انالايزر انا رابط الاصفر دوت داتا او كلوك حسب ما هو انت عندك حسب ما تربط عندك الشانل 0 والشانل 1 والارضي تمام انا جاهز عندي اربط انا الارضي في مكانه وبعدين اجي على البرنامج ابدا في عمليه التشغيل اتاكد انه في ممانعه مع الارضي فاتاكد انه الجمبر سليم واتاكد الجمبر التوصيله الثانيه المسار الثاني الار اف ففي عليه ممانعه فاذا هو سليم راح احاول اشغل على الاي باور لكن ما هو راضي يشتغل معي فحنشغل عن طريق التلامسات هفتح البرنامج اللوجيك 16 انا هنا بطأت عملية التسريع عشان يكون الشرح واضح تمام الان مشبوك اجي اختار انا اعمل مية واروح اختار الار اف اف اي اد اكبس على الزائد تمام هنا خلاص انا عندي لازم اعرف الشانل داتا والكلوك تمام انا اخذ الداتا الان انا حربط الداتا في channel 0 حسب ما اني رابط انا في البروبات تمام واعمل سيف الان اجي على موضوع تشغيل الجهاز ابدا في تشغيل الجهاز لكن عن طريق الاي بير اشوف الجهاز ما هو راضي يشتغل معي وهذا بسبب انه الاي ريبير اللي عندي في مشكله عفوا الاي باور عندي في مشكله توصيلات جاهزه بس مرحله التشغيل الان حاولت اشغل على الاي ريبير على الاي باور وما اشتغل الان انا حشغل عن طريق الكونكتر نفسه تلامسه مع الارضي ابدا في تشغيل البرنامج البرنامج شغال الان المسار ماشي في البرنامج وانتظر في تشغيل الجهاز احاول اني اشغل الجهاز لو في اي باور عن طريق الاي باور يكون الموضوع اسهل انتظر الجهاز الا ما يقلع وتبدا تظهر الاشاره الجهاز سحب بدأت تظهر الإشارة تمام حاخذ اسيب الجهاز إلا يا إلا يقلع بالكامل وقت يعني إلا ياخذ وقته بالإقلاع لحد ما تشتغل كل الدوائر وأخر شيء تشتغل دوائر الشبكة أنا مركب الشريحة الآن أنا مركب الشريحة لأنه إذا ركبت الشريحة الجهاز يعطيني لا توجد خدمة فأنا مركب الشريحة اذا عملنا زوم حنشوف الاشاره كيف ماشيه هنطلع للخلف أسيب الجهاز الا ما ياخذ كفايته من الاقلاع تمام اعمل له ستوب اوقف القراءة اتوقع يكفي لغاية الان يكفي خلاص يكفي هاي ستوب تمام ونعمل ريستارت مو هذا الخيار الخيار اللي فوق اعمل ريستارت عشان تقرأ كل البيانات تظهر عندي تمام يبدأ العداد الا ما يخلص بعد ما يخلص العداد بالكامل انا اعمل اكسبورت واحفظ الملف واروح للبرنامج واعمل له استخراج ربطنا هذا المسار مع هذا المسار والارضي وشغلنا البرنامج انتظر بس يخلص مية في المية. الاكسبورت ما زالت ما هي متفعلة لانه لسه ما خلص العداد. دام انه طول بهالطريقة هاي فاذا انا مساراتي صحيحة واتصالاتي صحيحة والجنابر كلها سليمة وما في اي مشاكل. اكسبورت خلص اعمل انا سيف اسمي انا الملف حط اي اسم احنا نحتاجه مثلا نكتب اكس ماكس تمام اروح للبرنامج عشان اشوف اي الاي اللي قرات واي الاي اللي لا هاي اكسبورت كومبليت انا عندي خلاص اروح للبرنامج وأعمل ستارت، طبعا أي مسار احنا اشتغلنا عليه مسار الار RX، أجي أنا على البرنامج، وأختار RX اللي هو على اليمين، وأحط الملف، أشوف عندي أنا الـ High Band والـ Low Band في عندي مشكلة فيها طيب الآن الآن أنا عندي الهاي High Band والـ Low Band أحمر، أوكي أنا هعيد التجربة مرة ثانية عشان أتأكد إنه هل نفس القراءة حرجع آخذها ولا لا. فأرجع أعيد التوصيل وأرجع أعيد أشغل الجهاز وأشوف القراءة اللي حتظهر معي هل هي مطابقة للقراءة السابقة ولا لا طبعا نعيد الشغل في نفس المسارات في نفس الاتصالات لكن نرجع نعيد القراءة مرة ثانية عشان نتأكد هل حناخد نفس القراءة ولا لا شغل الجهاز بدات تظهر القراءه هنخليه ياخذ وقته في القراءه بعد ما انتهى وعمل اكستراكت كومبليت هنروح للبرنامج مثل ما احنا شايفين مرة ثانية هذا هو نفس المسار اللي احنا اشتغلنا عليه نفس الشيء هاي باند ولو باند فاذا انا حصلت على نفس المشكلة نفس العطل حصلت انا عليه في الهاي باند واللو باند x max ار اكس هذا الملف هاي باند ولو باند انا عدت بس مره ثانيه عشان صورت في الجوال احنا خلصنا من الار اكس كده لازم نروح على التي اكس نتاكد انه ال نتاكد من الاي سي اللي متصله على مسارات الار اف اف اي تي اكس افصل اللوجيك اناليزر وافصل البطاريه او الباور سبلاي هاي التوصيلات اللي احنا كنا مشتغلينها الان احنا حنوصل التي اكس بعد ما عدلنا على التوصيلات وخلص وعملنا الار اكس والتي اكس الان نجي على تشغيل الـ الـ الجهاز بالمسار الثاني اللي هو التي اكس اول مره جربنا احنا الار اكس الان حنشوف التي اكس ونشوف المشكله فين حتطلع في اي اي سي اول مره اعطاني هاي باند ولو باند بدا يقرا معي انا, الـ أنا الـ اثناء القراءه والعمل هذا ما احاول اني ما اسرع الفيديو هو قارئ معي بشكل سليم مثل ما ذكرت انا احاول اني ما اسرع النقطة هاي او خطوات الفحص وقراءة الملفات او قراءة الاشارة بحيث انه يكون الشرح واضح اما موضوع الجنابر وما الجنابر والتوصيل وهالكلام هذا احاول انه يكون عندي سريع تمام انا خلاص انتهيت من القراءة هنشوف شكل الاشارة نعمل ريستارت عشان تظهر عندي القراءات تمام هذا هو العداد ماشي فاذا هو سليم في القراءة الأولى في الار اكس أعطاني هاي باند ولو باند الأحمر هاي باند ولو باند الآن أنا أعمل اكسبورت سيف وأسمي بالاسم اللي نحتاجه نتذكر خلينا متذكرين إنه أول مرة إحنا الهاي باند واللو باند هو اللي كان معطيني أحمر تمام اكسبورت كومبليت أرجع للبرنامج اختار تي اكس واحط الملف اللي استخرجته الان واشوف عندي الهاي باند والار سي والاي سي اللو باند الهاي باند واللو باند اللو باند الهاي باند واللو باند مثل ما احنا شايفين الهاي باند نفس الشيء يعني المسارين ار اكس والتي اكس اعطاني مشكله في هالاي سي هاي فانا راح ابدل البوردة السفلية بشكل بوردة الهاي باند واللو باند بشكل كامل اكس ماكس مرة ثانية تمام الار اكس هاي باند واللو باند مثل ما احنا شايفين فالمتهم هي الطبقة بالكامل نبدل الهاي باند واللو باند نبدل البوردة بالكامل ونشوف الجهاز حيضبط معنا شوف فين الهاي باند واللو باند بدون ما حتى نرجع على المخطط هاي هي على اليمين الهاي باند واللو باند هاي الهاي باند واللو باند ف في المخطط هاي هي في طبقه تحت الكونكتر اللمس هاي هي الهاي باند واللو باند اذا نكبر الكاميرا تمام اذا نرجع هذا هو نكبر الكاميرا مثل ما احنا شايفين هذا هو الجهاز موصل انا لسه الجنابر كلها موصله اروح تحت الميكروسكوب عشان نشوف سيريال نمبر الكاميرا ما حتطلع واضحة السيريال نمبر ما هو طالع معنا واضح هنشوفه احط الشاشة تحت الميكروسكوب عشان نتأكد من السيريال نمبر انه هذا هو الجهاز في نهاية الفيديو اللي احنا شرحين عليها. خلونا نشوفهم مع بعض تحت الميكروسكوب تمام اصغر الكاميرا هذا هو كي بي كي بي اتش 6 هذا هو الجهاز وعشرين ثمانين نرفع فيها البورده العلويه نبدا في عمليه الرفع عندي بورده ثانيه نرفع البورده هاي ونركب البورده الثانيه مكانها ونجرب الجهاز خليه ياخذ وقته بالكامل في موضوع الرفع ما نستعجل عليه ايوه خلاص بدأ يتحرك معي بس بالجهة السفلية تمام خلاص جاهز بورد وكتبنا بورد ثاني وكتبنا الارضيه الان انا هسخن اثبت البورده في مكانها تمام هذا هو نزل معي نزلت بورده في مكانها احاول اهز البورد عشان اتاكد انه ثبت في مكانه انتظر الجهاز الا ما يبرد ونشغله تمام هذا هو الجهاز مثل ما احنا شايفين طلعت معي الشبكة اس تي هاي هو الشبكة جاب لنا شبكة بشكل كامل واللمس شغال وكله شغال ما تأثر الجهاز اذا ندخل للاعدادات ونروح على عام ونروح على حولة نشوف السيريال نمبر هو نفسه كي بي بي اتش 6 فتحياتي للجميع اخوكم وسيم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته